وصل حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف يوما على المنبر قبل وفاته بيوم أو يومين وقال: أيها الناس، من كنت شتمته أو ضربته أو آذيته أو أخذت شيئا من ماله فليقتص مني اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فوضع الناس رؤوسهم تحت بين أفخاذهم ولهم خنين بالبكاء، ما أحد استطاع أن يقوم ولا أن يتكلم. من يستطيع أن يتكلم إذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فوقف رجل في وسط المسجد فقال: أنا يا رسول الله، ما دام أنك طلبت القصاص فأنا أريد أن أقتص منك اليوم. مسح الناس دموعهم والتفتوا ينظرون: من هذا الذي يريد أن يقتص من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أتى الرجل يتقدم، ووقف علي قال: يا رسول الله في القصاص. ووقف العباس قال: يا رسول الله في القصاص. قال: لا، القصاص في أنا. فتقدم الرجل حتى وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نظر إليه عليه الصلاة والسلام عرفه، قال: عكاشة بن محصن، تريد أن تقتص مني؟ والذي نفسي بيده، لقد دعوت الله لك أن تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال: يا رسول الله، لكنك طلبت القصاص وأنا أريد أن أقتص منك. قال: وما ذاك؟ قال: وأنت تسوي الصفوف في المعركة طعنتني فآذيتني في مخصرتي فأريد أن أقتص منك اليوم. فأرسل للعصا التي كان يسوي بها الصفوف فجيء بها، وصعد عكاشة على المنبر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عن مخصرته، ورفع عكاشة العصا أمام الناس ينتظرون متى يضرب بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وعكاشة يهز العصا، هزها مرة وهزها ثانية وهزها ثالثة حتى رآها الناس، ثم ألقاها خلف ظهره، ثم وضع شفتيه في مخصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يجهش بالبكاء وهو يقول: فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. لما فعلت هذا يا عكاشة؟ قال: من يقتص منك عرفت ما حضر، فأريد أن أكون آخر من تمس بشرته بشرتك أنا. فازداد الناس بكاء، وفاز بها عكاشة كما فاز بالبشارة الأولى، يدخل الجنة مع 70,000 بغير حساب ولا عذاب. هكذا كانوا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام.